بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا زدنا من رضوانك وابعد عنا غضبك وأليم عقابك، آمين يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورحمة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، لعشتم لا بربي ولا بالرسول عليه السلام. المنافقين الكلام وما أكثرهم عبر التاريخ، وكيف أفسدوا في الأرض، قالوا نحن مصلحون، أرينا كي قاضي يصلحوا تو نار بني أمية كيف يصلحوا. قاتلوا الأفذاذ الناس الرحمانيين، خاصة حترة النبي عليه الصلاة والسلام، ملا أوذيت بكل غلظة وكل شماتة وكل قسوة من طرف كلاب الكرب، ومقدمتهم بني أمية الذي غضب عليهم الرب في أكثر أحوالهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يبتعدون عنك كأنك ولا شر مستطير، وكأنك لا يمكن يقربك أي عاقل. أين عقلكم وأنتم مذبذبين بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين المؤمنين فيهم الخير العميم وبين المجرمين الكفر الفجرة والملحدين؟ ثبتوا روحكم يا منافقين، ساعتكم هابط عند ربنا ليعرف حقيقة خلقي. وأكثركم في الدرك الأسفل من النار إلا من وسعته رحمة الرحمن، نسأل الله السلامة.